بعين تفخر بما أنجز وأخرى ترى من نقطة الزمالك بداية لا نهاية مسيرة مشرفة. فعيون الجماهير زاد سقف اكتفاؤها بما قدم حتى خامس الجولات أمام اتحاد العاصمة. المكان الإسكندرية، تاريخ 9 من يوليو، الحدث موقعة حاسمة رائحتها ترشح، وستزين اسم الخارج بنقاطها بين الثمانية الكبار في أغلى بطولات الأندية الإفريقية. التنقل السابق للجماهير الأهلوية لملعب الطيب المهيري والذي فاق 6000 مشجع يعكس الكم الكبير من الثقة التي تفرزه مدرجات الفريق. في الجهة الأخرى، ودع اللاعبون الجماهير بميران أخير بطرابلس منتصف الأسبوع، مصرحين ببذل ما أوتي من جهد للإطاحة بهرم من أهرامات الكرة المصرية، لأن أهل هذا العام غير الذي كان قبل أعوام. والترشح حق لفريق تدرج في كسب ثقة وإثبات النفس، وسجل مبارياته في مجموعات هذا العام يبرهن على أحقية الأهلي في التواجد في قادم الأدوار. الخسارة في الجزائر كانت قاعدة البناء، والاغتراب من إحراج الزمالك كانت كالرتوش على شكل الفريق المتحسن والذي ضرب كبس ذهابا وإيابا إشارة لفتح المجموعة على كافة الاحتمالات. تعادل كالذي لم يرضى به الأهلي وجمهوره في لقاء اتحاد العاصمة سيكون ختم الدخول لثماني العمالقة، وهو ما سافر من أجله طلعت يوسف وأبنائه قبل 5 أيام من موعد مباراة الترشح. اللافي تعافى وسلت استعاد حسه التهديفي، وعيوب الخط الخلفي تم إخفاؤها في الجولة الماضية، ليكون من حق الجماهير الأهلوية المطالبة بترشح أقرب إليهم من خصمهم، على الرغم من أن المنافس يلعب على أرضه وبين جماهيره.